السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعي قناه سوبر مامز كيتشن اند فلوج، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وبصحه جيده. عواشركم مبروكه ان شاء الله، والله يدخل عليكم شهر رمضان المبارك الكريم بصحه وسلامه، ثم وليداتكم والله يخلي لكم معزلكم ان شاء الله ويحفظنا حفظكم من شر كل حاجه خايبه يا ربي. اليوم كما تلاحظوا معايا في المقدمه نتاع هذا الفيديو غادي نقدم لكم واحد الحرشه بريستيج كتجي زوينه بزاف، كتجي رائعه، كتجي هائله في الطعم وفي المنظر وفي المذاق. هاد الحرشه هادي بسيطه، يعني كطيب في الفران ماشي في المقله، مكونات سهله بزاف، غير الطريقه اللي شي شويه خصنا نركزوا معاها. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وتعرفوا على المقادير وطريقه تحضير هاد الوصفه ديال اليوم ان شاء الله، وتنوعوا بها الوصفات ديالكم وتعتمدوا عليها في شهر رمضان، تجي زوينه بزاف ومن حتى من غير رمضان، يعني يمكن لكم تحضروها للقوتي في العشيه والفطور، تجي زوينه والوليدات كتعجبهم. بواحد الحشوه تجي على شكل حرشه بربعه ديال الطبقات، ما نحرقلكمش المراحل، نخليكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش بالتعليق ديالكم وبالاراء ديالكم. وشكرا لكم على حسن المتابعه من الان. دابا اخواتي غادي نبداو على بركه الله بالمقادير. اذا بالنسبه للمقادير عندي ربعه ديال السميده الرقيقه، وعندي ربعه ديال السميده الحرشه، يعني في المجموع نص كيلو ديال السميده، كنخلطهم هكا تتجي حسن. بغيتو تكتفيو بشكل واحد حتى هي تتجي زوينه. عندي سطر ديال الحليب دافي بالدرجه اللي كنعجنوا بها، وعندي نص كاس ديال الزبده. اذا هذا النص نتاع الكاس نتاع الزبده راه دايب، معاه شي شويه ديال السمن اللي عزيز عليه داك المذاق، وهذا الكاس هذا غادي نكملو بزيت الزيتون، يعني نص كاس ديال الزبده دائبه ونص كاس ديال زيت الزيتون. هانتوما تنكملها قدامكم باش تاخذوا العبار بالتدقيق. يعني كاس مخلط. ثم عندنا الخميره ديال العجين ديال الخبز، عندي معلقه صغيره، وهذه المعلقه صغيره غادي نحتاج لها خماره واحده ديال الحلويات. انا هنا كنستعمل بالملعقه، غادي نستعمل ما يعادل 8 غرام وقبيصه ديال الملحه. وبالنسبه للحشوه والطبقه الخارجيه غادي نحتاج الجبن ديال الموتزاريلا، كلكم تستبدلوه باي نوع اخر كتفضلوا، انا غادي نستعمل هذا. صافي، اذا كي تلاحظوا المقادير ها هي واضحه وبسيطه وسهله، يعني غادي تنوضوا ديروا هذه الحريشه هذه بكل سهوله، ما غاديش تعكزوا ان شاء الله. دابا غادي ندوزوا للطريقه ديال تحضير هذه الحرشه باذن الله. اذا دابا غادي ندوزوا للطريقه نتاع التحضير. اذا الطريقه العاديه اللي كنحضروا بها الحرشه، اذا غادي ناخذوا السميده الخشنه، غادي نديروها في اناء غرق اللي غادي يساعدنا اننا نخدموا فيه، وغادي نخلط الانواع بجوج، ثم غادي نزيد عليها هذيك الملحه طبعا على حسب الذوق، كلها على حسب الطوق اللي كيناسبو. دابا غادي نزيدو داك الكاس نتاع الزيت مع الزبده، غادي نديرو دفعه واحده، وغادي نبقى حتى ندخلو في هاد السميده هي بشويه بشويه حتى تولي كلها ملبسه بهاديك الزيت ممزوجة بالزبدة. انت تشوفوها هي كلها ولات بلون ذهبي. اذا هنا اخوات غادي نخلي هاد السميده هادي نخليها تشرب مزيان هذيك الزيت والزبده، غادي نغطيها بواحد الغشاء بلاستيكي، وغادي نخليها ترتاح اطول مده ممكنه. يعني ملي كنقول لكم اطول مده ممكنه، يعني كيبقى لكم الاختيار ساعه ساعتين اللي بغيتوا، يعني الا كنتوا غادي تحضروها العشيه، يعني مع الصباح وانتم كتحضروا الغداء ديالكم حاولوا ديروها هكا بهذه الطريقه، سواء في هذه الحرشه هذه او لا حتى في الحرشه العاديه اللي كنستعملوا، غير العاديه اللي كنحضروا في المقلات العاديه، حتى هي من الاحسن تبقاو تخليوها تشرب، يعني شحال ما شربت هذيك السميده شحال ما كتعطيها واحد المذاق زوين بزاف. ودابا البنات بعد ما خليناها ارتاحت شنو غادي نديروا، غادي ناخذوا هذه السميده هذه
وغادي نكملوا العجن ديالنا بالطريقه العاديه. دابا نحاول نحدث هنايا في الوسط واحد الثقب اللي غادي ندير فيه هذيك الخميره المعجونه، هذيك الخميره ديال الخبز، وغادي ندير معاها الخميره ديال الحلويات، وغادي نضيف عليهم شويه ديال الحليب حتى تيتمازجوا مع هذاك الصدر. وغادي نحركوها في الوسط بحال الطريقه باش كنعجنوا الخبز، بيد ما هذيك الخميره بدات كتعطي الاثر ديالها. هي شويه واحد بضع دقائق ونكملوا الطريقه ديال العجن ديالنا ان شاء الله. بعد ما خلينا هذيك الخميره كترتاح شي شويه، دابا غادي نكمل هذاك الحليب كامل اللي عندي وانا كنخلط. كنبقى كندخل داك الحليب بشويه بشويه، يعني واخا تبان لكم هنا جاريه بزاف فهمت، زعما هذاك هو القوام العادي ديالها، لاننا غادي نخليوها من بعد ترتاح مزيان باش الاثر ديال الخميره يبان عليها. وهذيك السميده راكم عارفين شحال ما خليناها جاريه وخليناها كترتاح شحال ما ديك السميده كتشرب هذيك الماده السائله الزايده، سواء كان ماء ولا هذا الحليب هذا اللي عجناها به. اذا هكا تيجي القوام ديالها، تتجي جاريه، هذا هو القوام ديالها بداك نسترو ديال الحليب، يعني نص كيلو بنسترو ديال الحليب. دابا غادي نخليها وغادي نجيب المول. هنا غادي يمكن لكم تستعملوا المقله ديال الحرشه كما يمكن لكم تستعملوا المول ديال الكيك. انا غادي نفضل نستعمل هذا، غادي نستعمل هذا المول ديال الكيك. غادي ندهن له الجوانب ديالو بالزبده لان القعر درت فيه داك الورق نتاع الزبده باش يساعدني انني نزولها بكل سهوله. كما لاحظتوا معايا دهنت هذا المول هذا بشويه ديال الزبده ودرت فيه السميده عادي، واحد مقدر واحد المعلقه تكون عندكم زائده. البنات هنا كما لاحظتوا ما خليتش هذا العجين هذا يتخمر هنايا في هذا الاناء، لا بالعكس غادي نبدا نصبو هنايا في المول باش يجيني ساهل انني ندير الفرماج ويجيب مقادير متساويه في الوسط. اذا غادي نبداو على بركه الله. بسم الله نصب تقريبا نصف نتاع الخليط. وغادي ندير الجبن، غادي نديرو فيه ودابا غادي نصب هذاك النصف الثاني الماء الفوق ديالو، نحاول نغطي هذاك الفرماج. نجيبها هكا بمقادير يعني طبقة تكون متساوية. وهذا الفرماج هذا اللي بقالي غادي نديرو حتى هو من الفوق تيعطيها واحد المنظر غزال بزاف، وكتجينا بحال أربعة ديال الطبقات. الطبقة الأولى ديال الحرشة، الوسط الفرماج، عاوتاني من الأعلى كاين عاوتاني واحد الطبقة أخرى ما حدو كيدوب هو كيدخل في وسط منها. يعني هذا شكل جديد وشكل اخر نقدموا به الحرشه ديالنا ان شاء الله للوليدات. صافي تقريبا احنا سالينا. دابا شنو غادي ندير؟ دابا غير غادي نخليها تتخمر. دابا غادي نخليها تختمر تقريبا واحد ربع ساعه حتى ثلث ساعه حتى نشوف الحجم ديالها تضاعف، عاد غادي نديرها في الفران باذن الله.
السلام عليكم مره اخرى البنات. اذا كما لاحظتوا خليتها تختمر شويه، ثم تشوفوا الحجم ديالها تقريبا واحد تضاعف واحد تقريبا الى الربع، الربع ما نخليوهاش تخمر بزاف. الفران درتو يسخن شويه، غادي نديرها في الفران ولكن على درجه حراره مهيله باش ما تشد دغيا وتبقى الداخل ديالها معجن. غادي نديرها 45 دقيقه ولكن على درجه 140 درجه ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال الحرشه البريستيج ديالنا. نتوما تتشوفوا كي تجي زوينه بزاف، هميه في المنظر، وحتى في الطعم ديالها تجي غزاله. يعني يمكن لكم تقدموها في الفطور او لا في الكوتي في العشيه، تجي زوينه وما تاخذش وقت طويل. ولا حتى المكونات ديالها راها مكونات سهله، هي هذه الحرشه العاديه، فقط اننا كنعجنوها بالحليب وكنضيفوا لها داك الجبن تاع الموتزاريلا او لا اي جبن اخر كتفضلوه، تشيدر ولا حتى الجبن داك الكريمي، حتى هو تيجي زوين فيها. سورتو ملي كطيب في الفران يعني كيعطيها واحد الانتفاخ في الداخل. انا خليتها بردات شويه، اما فاش كتكون سخونه كتشوف داك الفرماج ديالها تيجي معلك وتيتجبد في الوسط. على شكل البيتزا. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها مع وليداتكم ومع الأحباب والأصدقاء. وشكرا لكم، إلى فرصة قادمة إن شاء الله.